من عبدك، اثنينهم الزوج والزوجة عبيد لك. زين، هنا تقدر تقول للعبدك توقف عنها اليوم، لا تقربها منا إلى شهر، وقف عنها بمقدار حيضة واحدة. يعني لما تشوف دورة، لما تشوف دورة معناته مو حامل. زين، إذا حامل إله حكم آخر. إذا توقف زوجها اللي هو عبدك عن زوجته اللي هي عبدتك، اتوقف منها بمقدار دورة كاملة، تقدر تجيبها أنت عندك وتباشرها، تقدر تحتفظ بيها. إذا هم ردت ترجعها إلى زوجها يعني عبدها عبدك، لازم هم تصبر أنه تجيها دورة، حتى لا تكون لا من